بصح اللي يتقي الله ويبيع نورمال عنده حساب ماهوش محدود عند ربي سبحانه تما يبارك له فيها. ما كاش اللي ما يغلطش في الدنيا هذه، كان ربي سبحانه هو اللي ما يغلطش في الدنيا هذه، الباقي كاع غلط. ما كي تعلمت شويه الميزان تعلمت، هو عرفت باللي الميزان ما نسخش فيه ما الا شوف الا ايه الا هو سمح لك بصح نسمح له انا يدي لي وما نديلوش. مام يبدا بزوج ميسيات يعاشي ان شاء الله بحانوت ويعاشي هذه لي يبدا بالحلال ويتقي الله وما يسرقش كاع. كيما القانون شوفي الاخت شوفي كش انا نبيعو فيه، يجي هكا فيه حطب هكذا نقطعو ها كش نقطعو نرميه نخسر فيه وما نبيعوش للزبون. ها ياكي تشوفي نخسر شوفي كش يجي يجي هكذا انا نقطع نحطو نصطاليه هكذا ها ونخسر فيه هذا حسبين. اه والله يبان جاي كاين الخير في وقتها جاي في وقتها. مش لازم لكم الكادر ولي كثير ولا كما قالوا انتو قادرين نزيدوا في كثير دخلنا مزيد نخدموا ندو حقنا خلتي. تجارة هذه هي تجارة عندها حساب عند ربي سبحانه وكلام الله محطوط في القرآن باللي تجارة عندها حساب. شغل تدي عندك حساب تشيها زعما نقولوا بخمسة آلاف ماشي مليح شغل تبيعها فوق 10,000 ولا تدي ماشي مليح الدوبلو كاع. قناعة يعني. قناعة الحمد لله يا ربي وهكا ربي يبارك في الخير ويعطي الخير ويحط البركة شوية فيها شوية. غير شوية برك فيها البركة هذيك شوية فيها البركة الله يبارك. واش تقول مال التجار راهم يزيدوا بالدخل بالدخل ماشي مليحة الخدمة هذه مع مولاه ماشي مليح بينه وبين مولاه ماشي مليح. اه مدومش دوم غير على واحد يكون يتقي الله ويخدم مليح وما يغش وما يسرقش وما يزيدش في الميزه. وكما ما قلناش يا ما تبارك الله ربنا. واش تقول للناس اللي هذه اللي راهم يزيدوا في كيما قلت لك رمضان شهر الرحمه. شنو نقول لهم؟ نقول لهم ما يزيدوش في السلعه يدي حقه كيما شرا كيما شرا ويعرف لو فات راح شرا السلعه ويعرف شحال يبيع وشحال اخر. ايه يتبع له واش ايه هاي يرحم خوه هاي ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. رجعوني شحال عندي الخدمه هذه عندي انا شوف كنت نخدم من 2018 خدمت ل 2023 حبست وليت لها 2024 ايه ما عنديش بزاف ملي وليت الخدمه. الخضره ايه كانوا في عمري 17 سنة 17 سنة ولا 18 سنة. هي فيها الخدمة بصح بشوفي فيها الخدمة ويبارك فيها ربي سبحانه بصح اللي يتقي والله ويخدموا مليح يخدموا بالنية مع الوقت بلوطان شغل يبارك لهم ربي سبحانه ويحط لهم رزق. بصح اللي يسرقوا كيما كي تقولي شغل عنده حسابه محدود بصح اللي يتقي الله ويبيع نورمال عنده حساب ماهوش محدود عند ربي سبحانه تما يبارك له فيها. مام يبدا بزوج ميسيات يعاشي ان شاء الله بحانوت ويعاشي هذه اللي يبدا بالحلال ويتقي الله وما يسرقش كاع. انا شحال بديت؟ شحال بديت؟ ايه بكاج جوج زوج في الطريق. ايه في الطريق هي على كل حال كي كنت صغير كنت نتعلم من عند بابا كان فاتح في قليعه وكاع كان داير في قليعه وين المحكمه كان فاتح هكا تاخذها وكاع تعلمت عليه شويه انا من فما كي تعلمت شويه الميزان تعلمت هو عرفت باللي الميزان ما نسخش فيه ما الا شوف الا ايه الا هو سمح لك بصح نسمح له انا يدي لي وما نديلوش عند ربي سبحانه. ايه بس علاش هذو ما يعرفوهاش كاع تصيب نقول لك تصيب اللي عارفها اللي شغل اللي فتح كتاب ربي وقرا وعارف واش كاين واش حط كلام الله يعرف كلام الله تصيبه ما يديش بصح اللي ما فتح جامي يفتح كتاب ربي وجامي جامي يعرف كلام الله شغل ما تصيبه يدي تصيب بصح شغل ما يطولش في الخدمه هذه ويطيح. بصح اللي يبيع مليح يطول ويخدم وكلش. ميزان ميزان ماشي واعي ميزان ايه ميزان شوف كاين شوف يا كاين وين تدي بصح شغل ماشي قصد بالك يكون الغاشي بالك يكون بزاف الغاشي منا هكا بزاف شغل اللي يكون عليك الضغط لا بريسيون
واحد يهضر منا واحد يهضر بالك بالك تغلطي بصح ما تغلطيش بزاف. وكيما انا اليوم غلط رجعت للسيد الاخر رجعت له الاخر القابل رجعت له زياده عاود رجع لي. هذه هي الغلطه، ما كاينش اللي يغلط، ما كاينش اللي ما يغلطش في الدنيا هذه، كان ربي سبحانه هو اللي ما يغلطش في الدنيا هذه، الباقي كاع يغلط. ايا مرحبا مرحبا بكم اللي عنده ياكل واللي ما عندوش ياكل. مرحبا بكم، انا في المارشي موريس في تيبازا. مرحبا بكم شعب الجزائر، نوصيكم كاع. ايا مرحبا بكم، ميساجي ليكم مرحبا بكم اللي عنده ياكل واللي ما عندوش ياكل.